التوزيع تقدم. عايز اتاكد انكم اتصالحتوا مع بعض. عايز اثبات اكتر من كده ان احنا اتصالحنا؟ حضرتك تعرف دكتور عمر سليم؟ هو حضرتك من ساعه ما خرج ما جاش غير مره واحده ومن بعديها ما جاش تاني. انت لازم تخرجي.
ما ينفعش تفضلي حابسه نفسك كده. عمر كان مسجون سياسي، اتحكم عليه بسبب قانون التظاهر. تخيل معايا بقى رد فعله وانا رايحه اقابله عشان اساله على زميل لي هربان من قضيه هو كمان. انا الدكتور كلمني وقال لي ان نتيجه التحاليل طلعت. دي حاجه بيد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يرحمنا برحمته. انا مش مستريحه للدكتور ده. بقول لك ايه، بيقولوا في دكتوره شاطره في المستوصف اللي ورانا، ما تيجي نروح لها دلوقتي. يحيى بيقول ان اللي ضرب عليه نار كان قناص. بالظبط كده، لحد مش عايز يموت بيهوش وبس. استدعاء من النيابه يا فندم. استدعاء ليه حضرتك؟ معرفش يا فندم، اتفضلي امضي واستلم. يعني هو شايف كل المعلومات اللي انا جبتها دي ما فيهاش حاجه مهمه؟ الواد ده ما عندوش حاجه، هو بس عايز يبان لنا ان هو مهم وعنده معلومات عشان يوصل لنا ويعمل معانا حوار ينشر. هو انت ليه يا عمي ما قلتليش انك بعت الفندق قبل الحادثه بيومين؟ انت عارف منين ان انا بعت الفندق؟ حازم وصلت له المعلومه وهو بيعمل تحريات عننا. ملف ومعلومات وبيانات عشان محاسب قانون الخير مع شريكك بس. هيفرق معاك في ان كان محاسب ولا قاتل باجر، المهم تجيبوا لي متكتف. دي صورته. غدا ما تقلقيش، الموضوع بسيط جدا. ليه انا بس يا يحيى؟ ليه انا الوحيده من العيله اللي النيابه طلبت تحقق معايا؟ حبيبتي كلها دقايق وهنعرف كل حاجه. اطمني يا مدام غدا، وجود يحيى بيه معانا النهارده بينفي اي اتهام ممكن تقدمه لك النيابه. وصدقيني انا متاكد ان استدعائك مش اكتر من شاهد قريب للضحيه. اهو اطمنتي بقى. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كويس ان لحقتكم، انا واخد اذن مخصوص من الشغل والله عشان الحق قبل ما ادخله. شاكرين جدا، كل مبذول. بقول لكم ايه، انا جبت لكم ميه بقى وملت وعصير عشان انا عارف ان اليوم هيطول. اصل انا مره صاحبي اتنصب عليه ورحت معاه النيابه وقعدنا يعني طول النهار على البان ما دخلنا. احنا فعلا واقفين بالنا كتير. امسك يا يحيى معلش. بقول لك ايه يا غدا، انا جبت لك عصير جوافه عشان عارف انك بتحبيه. على فكره يا اشرف، انت دايما بتفكر في اخر حاجه احنا بنفكر فيها. صباح الخير عمر. ازي حضرتك؟ اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حضرتك. سلمى موجودة؟ سلمى؟ سلمى عمر هنا. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. ازاي يا ماما؟ الحمد لله. يا كنت عايزه تيجي تعزي حضرتك بس معلش كانت تعبانه والله. الف سلامه عليها. الله يسلمك. تعبانه بزورها، مش بتعرف تتكلم في التليفونات. مامي. ايه يا حبيبه مامي، ممكن تعمل لنا شاي؟ شاي سكر وايه؟ من غير. انا اسفه. ولا يهمك، حتى لو كانت عاملتني أسوأ من كده ما كنتش هزعل منها برضه. طيب اتفضل. امتى؟ من شهر. طيب يا سيدي، ومراته؟ شوف لي السمسار بتاع المنطقه دي، اكيد الراجل ده لما ساب الشقه دور على شقه تانيه في مكان تاني. خلصني انا مستعجل. بسرعه بس. يلا سلام. موضوع المساجين الهربانين ده شكله هيطول. معظم السجون بتحاول تكتم عليه، انت عارف طبعا المسؤوليه اللي هتقع عليهم. على الاقل الاتنين اتقتلوا، السجن اللي كانوا فيه التحقيق فيه برضه هيكون سهل، لان الموضوع خلاص اتعرف. ما هو ده بقى اللي مصعب الدنيا في السجون التانيه، الكل بقى خايف بعد ما اتجزى مأمور السجن. انتوا اللي غلطانين، انتوا اللي نشرتوا خبر الجثتين، كنت استنوا شويه لغايه ما نخلص تحقيق في بقيه السجون، انما هنعمل ايه؟ بجمله العك اللي انتوا فيه، ما هي قضيه ابن ايه ب 60 نيله. تعرف حد في مباحث المعادي؟ مباحث المعادي؟ ليا واحد دفعتي هناك. طب كويس، هات نمرته. هو في دليل جديد ظهر في المعادي بخصوص قضية يحيى؟ سيدي مفيش حاجة حصلت في المعادي، المعادي كويسة والله، كويسة خالص، ده موضوع تاني، وأنا ما وريش غير قضية الزفت ده ولا إيه؟ اسم المقدم أنس، هطلعه لك نمرته حالا. هات، وفرت عليا التدوير. أنا في أوضتي، لما تحتاجيني اندهيلي. ميرسي يا ماما. أخبار حسام إيه؟ لسه معرفتش عنه حاجة.
بس يمكن اعرف عنه حاجه النهارده. طب انت جاي لي؟ اصل انت كان ممكن تكلمني في التليفون وتقول لي عادي على فكره. ما كانش هينفع. التليفونات ممكن تنتقل. تاني؟ هنرجع تاني للوسوسه ونظريه المؤامره؟ يا ستي مش وسوسه. فكري فيها. انا لسه خارج من السجن. كنت مسجون في قضيه اساسيه. يعني طبيعي جدا ان التليفون يكون متراقب. ماشي. في دي عندك حق. بس كان ممكن برضو تكلمني في التليفون وتلمح لي وانا هفهم على فكره. ما كانش هينفع. عشان محتاجك. محتاج لي في ايه؟ الحزب النهارده عامل ندوه. وبعد الندوه دي هيبقى في حفله هيحضرها تقريبا كل اعضاء الحزب. يعني قلت يمكن تبقى فرصه اقدر اعرف فيها حاجه عن حسام. هو حسام هيروح الحفله؟ اكيد لا. بس ظهوري بعد الفتره دي كلها هيبقى طبيعي ان اسال على بقيه الناس واطمن عليها. ماشي. انا بقى انت محتاجني في ايه؟ عايزك تيجي معايا. لا طبعا. يا ستي بالراحه. ظهورك معايا هيقلل من شكوك الناس فيا لما اسال على حسام، هتبان كانها دردشه عادي يعني بنسال على اصحابنا القدام عشان نرجع زي الاول. نرجع زي الاول؟ انا اصلا ما اعرفش حسام ده. عارف، لما انت تيجي معايا وتسالي على اللي انت تعرفيهم وانا اسال على اللي انا اعرفهم هيبان الموضوع طبيعي. عمر، لو انت هتستغل الموضوع ده باي شكل عشان نرجع لبعض فانسى، عشان انا كمان نسيت. حاضر. بس انا اللي بعمله ده عشان خاطر استاذ طاهر الله يرحمه. مش عشان خاطر اي حاجه تانية. أنا فهمتك الوضع وأنت حرة. ماشي خلاص نتقابل هناك. أنا بعت عربيتي. يا ريت تعدي عليا تاخديني ونروح مع بعض يكون أحسن. ماشي حاضر. شكرا. عفوا. هستأذن أنا. اتفضل. سين، ما هي صلة القرابة بينك وبين المجني عليها؟ منى الله يرحمها تبقى بنت عمي ومرات اخويا في نفس الوقت. تحريات المباحث بتذكر انه لم يتم اي اتصال بينك وبين منى من اكتر من 6 شهور. ما هو ردك؟ انا ومنى مش صحاب ومش متعودين ان احنا نتكلم، خصوصا ان انا كنت مسافره برا مصر ولسه راجعه. ما هو سبب السفر؟ جوزي الملحق الثقافي لمصر في امريكا وكنت عايشه معاه هناك، بس قررت ارجع اعيش هنا تاني. بس ده سبب ادعى انكم تكلموا بعض اكتر. تطمن عليكي مثلا؟ انا ومنى مفيش وفاء بينا بسبب ناهد مربوها. ازاي؟ انا وناهد في بينا مشاكل. على عكس هي ومنى صحاب. ودي حاجه من الحاجات اللي بتضايقني من منى. ايه سبب المشاكل اللي بينك وبين ناهد؟ واحده اتجوزت ابويا في السر. حضرتك متخيل انا وامي الله يرحمها لما تعرف هنحبها مثلا؟ اظن كده واضح الامر يا سياده الرئيس. مشاكل عائليه مش اكتر من مشاكل عائليه من اللي بتحصل في اي عيله يتوافر فيها النوع ده من المشاكل. تمام. لديك اي اقوال اخرى؟ لا. انا احب اضيف لحضرتك. اتفضل. السيد يحيى نور الدين اللي هو زوج الضحيه واخو مدام غادة نور الدين حضر معانا النهاردة لسرايا النيابة من بدري ومازال منتظرنا خارج حجرة معاليك، وده إن كان له دلالة دلالته واضحة جدا إن مفيش أدنى شك في اتجاه موكلتي غادة نور الدين. تمام. قررنا نحن وأمير عبد الحميد وكيل النائب العام إغلاق المحضر في تاريخه الساعة 3:24 دقيقة. ناهد انت هنا من امتى؟ انا هنا من بدري، جيت اطمن على مجدي وايتن. عملتوا ايه في النيابه؟ زي ما توقعت، كانوا عايزين ياخدوا كلمتين علشان يكملوا التحيات. موضوع بسيط جدا. انا مبسوط ان انا اطمنت عليكم. يلا اسيبكم بقى معلش. لا خليكي خليكي نتغدى سوا. أنا هبعت أجيب أكل من بره. حقيقي مش جعانة، ميرسي. إحنا بقالنا كتير ما اتجمعناش كلنا مع بعض. بعدين كنت عايز أتكلم معاكي في موضوع. بس طالما جبتوا سيرة الأكل يبقى سيبوا الموضوع ده عليا. أنا أعرف واحد بيعمل أكل بيتي، إنما إيه؟ روعة الرائع. خلاص يا أشرف، اطلب لنا أنت على ذوقك. تمام. اطلب، ما هو ده اللي أنت فالح فيه. أنا أساساً مش هطلب لك. أحسن. إيه؟ اتفضلي نهت.
ها ايه الاخبار؟ صباح الخير مدام ناهد. مش موجود. ما انا عارف انت ليه مش بترد على التليفون. سوري كنت مشغوله. وانت بتتعاملي معايا كده ليه؟ عادي يعني بتعامل معاك زي ما هي سكرتيره بتتعامل مع ابن مديرتها. اولا انا بحبك. اه ما انا عارف قلت لي قبل كده عن اذنك. استني هنا انا بكلمك. شهاب سيب ايدي. مش هسيب ايدك لما تتكلم معايا عدل. طلعني بقى من دماغك. انا جاي هنا عشان اشتغله بس، واي حاجه تعطلني عن الشغل ده الله الغني عنها. هتسيبيني يعني؟ هو احنا كنا مرتبطين اصلا؟ طب لو قلت لك ان انا مش هسيبك يبقى الموضوع هيوصل لمستر يحيى. هو انت فاكره ان يحيى الدرت ده هيخوفني ولا يقدر يمنعني عنك؟ علا انت عارفه ان سيره يحيى بتعصبني، وانت قصدك تجيبيها عشان تخرجيني عن شعوري صح؟ شهاب عن اذنك عندي شغل. ها هتروحي مدرسة امتى يا ايتن؟ لا 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 مش دلوقتي خالص. ليه يا بابا؟ انا كنت عايز ارجع الاسبوع ده. يا حبيبتي بعد اللي حصل لجدك ده يخليني اشك ان في حد رصدنا كلنا. لحد ما نعرف مين هو محدش هيتحرك غير بحراسة. حتى انت يا نهد. حراسة ازاي يعني يا يحيى؟ يعني هتمشي ورا كل واحد فينا بوكس؟ يا جماعة احنا في ظرف استثنائي. وان شاء الله مش هيطول. ولا تحبوا نروح نقعد عندي في الفيلا اوسع؟ لا يا بابي الفيلا لا. يا ايتن ما احنا اكيد في يوم من الايام هنرجع الفيلا، فالاحسن نرجع لها واحنا مع بعض ولا نرجع لوحدنا؟ على فكره انا من رايي يحيى ايتن الفيلا اوسع وتامينها هيبقى اسهل كمان. لو حصل يا يحيى مش اكتر من اسبوع، سواء عرفت اللي عملها او ما عرفتش انا ماليش علاقه، هرجع شقتي تاني. ربنا يسهل. ناهد هو فين شاب؟ انت بتسالني انا ولا ايه؟ سيب لي شهاب يا يحيى انا هكلمه. صح غاده اكتر واحده بتعرف تتفاهم معايا، يعني كل يوم بيسهروا مع بعض. قصدك ايه يا نهد؟ اقصد ان علاقتكم كويسه قوي ببعض. ايه انت اتضايقتي؟ انتوا قدمت ورق المناقصه نهد ولا لسه؟ لا لسه. كل ده؟ ليه؟ هو في حاجة بينك وبين ماهر معطلة الشغل؟ لا خالص، بس الباشمهندس ماهر أوراقه مش مظبوطة. لا عادي، ما دي غادة يطلع منها أي حاجة. المهم يا يحيى مش عايزاك تقلق، أنا عارفة أظبط الدنيا كويس أوي، وبرومس المناقصة هتتقدم في ميعادها. أنا معتمد عليك يا نهد، أديكي شايفة اللي أنا فيه. والله انا دايما بقول ربنا يعينك على اللي انت فيه واللي انت معاه. من ساعه ما جينا وانت مبوز. ايه يا عم كل ده عشان علا؟ كل ده من تحت راس امي. ساعه ما اتدخلت في الحوار وقلت لك 100 عفريت. بقول لك ايه من الاخر، انت عايز تتجوزها؟ مش عارف. لو على الجواز سهله، عندك منه بنت ناس وقالها ناس محترمين زينا يعني، انما علا دي شكلها كده من طبقه وسطى. هتقابل بقى نكد وعقد ونفسيات مش ناقصة. احترم نفسك يالا يا زبالة انت. ماشي. خبوط. اتقل اتقل اتقل. البس النضارة الأول. البس النضارة. واحد دماغه باظت. بتهددني بيحيى بنت الكلب. طب عليها وعلى يحيى في يوم واحد. فاكرة إن يحيى يبقى أكتر مني. بقول لك إيه؟ ما تيجي ننكد على أهلك ونتبسط في نفس الوقت. معاك حق. خبط خبط خلاص. يلا يلا. هما قدروا برضو يعملوا اللي هما عايزينه يا باشا. كل الكلام ده مؤقت، المهم بس ان احنا اللي ما نستسلمش. روحك دي اكتر حاجة بسطاني فيك. أنا كنت خايف تجربة السجن دي تكسرها. لا يا باشا تكسر مين؟ ده أنا طالع أجمد من الأول. ما اللي في ظهره حد زي الدكتورة سلمى أكيد لازم يكون كده. ميرسي. ربنا يخليها لي يا رب. أنا والله مش عارف من غيرها كنت عملت إيه. ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يخليك يا رب. أنت بتستهبل على فكرة. استهبل ليه في إيه؟ أنا عارفة من الأول وحاسة إنك واخد الموضوع ده تلكيكة عشان فاكر إن إحنا ممكن نرجع لبعض. انسى يا عمر. يا ستي ولا تلكيكة ولا حاجة. أنا بس بتصرف عادي عشان قدام الناس. واضح بس إن أنت اللي بقيتي حساسة زيادة عن اللزوم. على فكرة أنت ممكن تتصرف عادي بس بحدود، ملهاش لازمة خالص الحركة اللي أنت عملتها دي. عمر يا نهار أبيض،
انت جيت امتى؟ ازاي حضرتك؟ تعالي يا حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. تفتح يا عشري. ما تفتح يا عشري في ايه؟ ما بلاش يا شهاب بيه. افتح وبروح اقول له زي المره اللي فاتت. رحمه ابويا ما قلت له حاجه، هو اللي عرف من نفسه. هو مخاوي يعني؟ لا، انت عارف اخوك، عارف يحيى بيه. ما تجيبليش سيره ده الوقت بتاع ده. حاضر. كلنا اتصدمنا لما عرفنا خبر وفاة الأستاذ طارق. تعرفيش قد ايه هو كان غالي علينا. الله يرحمه. حضرتك طبعا سمعت موضوع ان الدار هتتقفل. لا ابدا ما سمعتش بالخبر ده. لا ده يعني خبر بقاله فترة بس اشاعات طبعا. بالظبط يعني كلها اشاعات. هتلاقيهم بيقولوا كده عشان الأستاذ طارق هو اللي كان بيختار الكتب اللي تصلح للنشر. بالظبط. لكن الفترة دي بقى سلمى عندها اتجاه تاني، ناوية تتجه للترجمة، ناوية تترجم كتب. بالظبط، وعشان كده بدور على مترجمين عينهم في الدار. انا عندي ناس هايلين جدا وبيترجموا اكتر من لغه. حضرتك فاكر حسام عبد الله؟ الورد ده كان شاطر جدا. بس ده كان عليه حكم في قضيه التظاهر اللي انت اتحبست فيها، بس هو هربان من التنفيذ. خساره، لو شاطر زي ما انت بتقول كان هينفعنا اكيد. شاطر جدا. انت لو عملتي فيه خدمه وخليتيه يتعين عندك بالقطعه حتى هتفيديه جدا، لانه تلاقيه محتاج فلوس وغلبان جدا اليومين دول. ما عنديش مانع خالص، بس هوصله ازاي؟ انا معايا نمرته، انا لسه شايفه من اسبوعين في حفله بريت واحد صاحبنا. هو ما بيحبش يظهر في التجمعات كتير. اكيد يعني مفهوم. انا هدور لك على الرقم. يا ريت. عمر. سماح. مساء الخير. عمر كده تخرج وما تكلمنيش؟ انا خرجت يعني مفيش من اسبوع. ولقيتي فين؟ هو اللي جه لوحده. انا مش مصدقه عيني، بجد وحشنا جدا. ربنا يخليكي. وانت رايحين فين دلوقتي؟ احنا هنكمل السهره عند بسونة، انت عارف. ما تيجوا معانا. عارفه يا، بس يعني خليها فرصه تانية ان شاء الله. ماشي، هسيبكم دلوقتي، يبقى كلمني. ها، سلام. سلام. اهي النمره. اهي كام؟ 012-2. ايه ده؟ ده بيعمل ايه البتاع ده؟ مين ده اصلا؟ ولا ولا ماشي. العبيط ده ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ اتقل اتقل، انا هنزل له. روح، انا ابص عليك. تمام. ملوش اي اثر يا كمال بيه، بقاله شهر محدش يعرف عنه اي حاجه. يا فندم، كل المعلومات اللي وصلت لها انه مراته خدت بنته وسافرت. ايه يا فندم، هو ده بس. سياده الوزير، الموضوع مش سهل خالص. انا محتاج معلومات كفايه عن اللي اسمه فضل ده. حاضر يا فندم. حاضر يا سياده الوزير، حاضر. لا مش هينفع، مش هينفع خالص، مش هينفع اجي لك النهارده. لا عندي شغل في المكتب بشكل هبات النهارده. القضيه اللي انا ماسكها يا فندم. ما انت عارف. ماشي، بكره افوت عليك يا فندم ان شاء الله. مع السلامه. ادخل.
مش جيني. التحقيق مع غادة ملوش أي فايدة، كلامها كله مقنع. المشاكل العائلية اللي بينها وبين مرات يحيى تخليها فعلا ما تكلمهاش. ده هي لو كانت بتكلمها كنت هشك أنا فيها. هو سعادتك كنت تعرف حاجة عن المشاكل العائلية دي؟ اللي أعرفه إنك صاحب يحيى من زمان. أمال أعرف طبعا، هعرف منين؟ اللي أعرفه إن يحيى ما بيحبش يتكلم في حياته الشخصية. بعدين بقى في التليفون ده مش عايز يعمل. سعادتك عايز مني حاجة؟ لا ولا حاجة، روح شوف شغلك أنت. اتفضل. أيوة ماما. لا لا. لا مش هينفع عادي خالص، مش دلوقتي. عندي شغل كتير. هتأخر. يعني قدامك ساعتين تلاتة كده؟ عشان نشوف هنحضر العشاء إمتى. ماشي. معلش معلش، سلام يا ماما. تيجي بألف سلامة. قدامه تلات ساعات، نلحق نجيب التحاليل ونروح للدكتورة، ها؟ بس أنا قلقانة قوي. ده هي ساعة زمن وهنرجع فيه إيه؟ يلا. طيب يلا. هتكلميه بكرة؟ كويس. أول ما تكلميه قولي له بقى عشان نروح له مع بعض. أنا خلاص فضيت لك نفسي وجاهز لأي وقت. عمر مفيش نروح، أوكي؟ مفيش إحنا أصلاً. يعني إيه مفيش إحنا؟ يعني ميرسي جداً على الخدمة اللي أنت عملتها، وكفاية قوي اللي حصل فوق. كان واضح جداً إنك ممكن تجيب نمرة حسين من غيري. سلمى واضح إنك متضايقة من اللي حصل فوق. موضوع إن سماح جت وسلمت. سماح؟ هو أنت فاكر إن أنا متضايقة عشان سماح جت سلمت عليك؟ اصحى بقى يا عمر، إحنا اللي بينا خلص خلاص. أفهمها لك إزاي دي؟ أنا لا بحبك ولا بكرهك. أنا ما عنديش أي مشاعر ناحيتك خالص. أنت بالنسبة لي زيك زي أي حد من اللي قابلناهم فوق. واللي أكد لي ده النهاردة إني لما شفت سماح ما حسيتش بأي حاجة، الحمد لله. دخلت واتكلمت معانا وتتفق معاك على ميعاد، وهي أصلاً مش عارفة إن إحنا متطلقين. عمر أنا مش بحبك. أنا بحبك يا سماح. دي مشكلتك أنت بقى، مش مشكلتي خلاص. يلا اركب عشان أوصلك. لا أنا همشي بقى. على فكرة مش هتضايق لو وصلت. أنا هتضايق. والله يا باشا أنت النهاردة يعني بصراحة بسطتني. هو أنت بتعملوا إيه؟ ده طلع ميكانيكي. إيه اللي جابك هنا يا عم الميكانيكي؟ رجلي يا باشا. أنا استعبط يالا، أنا أول مرة أشوفك هنا. ما أنا جديد هنا يا باشا، حتى أسأل عم عاشر. أنت مين يا دو إيه اللي رماك علينا؟ الزمن يا باشا، الزمن. تصدق بالله يا باشا؟ أنا طول عمري بركب عربيات وما في عربية فيك يا مصر ما صلحتها ولا ركبتها. بس نعمل إيه بقى؟ أصل العجل ده حياتي يا باشا، حياتي كلها العجل. وبعدين سبحان الله، ربك لما يريد يا باشا يجيب لك كل اللي تحبه تحت رجليك. اللي هو عم عاشر بيأجر لكم المكان ده بالساعة يا باشا. الله. مالكش فيه. ماشي يا باشا مش شكاكين. بص اشتكيت بيه. عربية بقت 100 100، اركب بقى كده وهتشوف الفرق وتدعي لي. بقول لك ايه، وانت اخوك جاب الواد ده منين؟ عارف يحيى وقع الاشكال دي منين؟ الله يخليك في حالك يا باشا. شريف بيه هو مفيش حاجة علينا ولا ايه؟ يا اهلا بالندالة. عم هواري بنفسه عندنا في الجرنان. بقيت عمي. منور الدنيا، ده انت الراس الكبير بتاعنا. طب ما بتسالش ليه على الرئيس الكبير؟ انت اكتر واحد عارف ظروف شغل ليلتنا دي ايه. معلش، اخبار المجموعه القصصيه بتاعتك ايه اللي كنت خوتنا بيها؟ انت عارف بقى حظي مهبب، كنت هنشرها في دار الشرق عند استاذ طاهر توفيق، بس انت عارف اللي حصل له. الله يرحمه، الراجل ده كان محترم قوي. الله يرحمه، بس ان شاء الله شويه وهرجع اشتغله تاني. رايح فين؟ لازم تقعد تشرب معايا حاجه. اشرب ايه يا ابني؟ شغل الفضا بتاع المواقع بتاعك وده مش بتاعنا. هو انت نسيت ان في تقفيل ومطبعه وجرنان؟ ده لولا رئيسه التحرير بتاعتكم موز زي ما كنتش جيت سالت فيكوا اصلا. انت بتطلع صوت الراجل ده ليه؟ ايه ده، انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده اول واحد حقق معايا في امن الدوله. يحيى نور الدين حقق معاك في امن الدوله؟ لا كده بقى، لا جرنان ولا مطبعه ولا ينفع تمشي من اساسه. هتقعد كده زي الباشا عم هواري وتحكي لي اللي حصل ده وبالتفصيل. السلام يا شريف بيه.
نورت. مع السلامة. مع السلامة باشا. ما تغيبوش علينا بقى، هستناكوا كل يوم. 200 جنيه بس يا معفن. اللي بتعمله ده هيضرك يا غريب. ليه بس يا عم عشري؟ هو انا عملت ايه؟ ابعد عن شهاب بيه واصحابه، ده ناس ما لهمش غير الاذى. هو انا اللي دخلتهم هنا يا عم عشري؟ يا عم ما تضايقنيش، دخلوا غصب عني، ربنا يستر بس ويحيى بيه ما يعرفش. بقول لك يا عم عشري، على مين شهاب ده؟ شهاب بيه ده اخو يحيى بيه الصغير. الله اكبر، الله اكبر، ده الزهرة هيلعب والدنيا هتبقى مانجا يا عم عشري. وربنا هيخليك في حالك بقى يا عم. خليك في حالك انت بس، خليك اقعد كده وقول لي رب خليك في حالك، خليك في حالك، لما ان شاء الله ربنا هيصلح حالي. يا رب يا رب والنبي اصلح حالي بقى يا رب. تحاليلك كلها طبيعيه، ما فيش اي حاجه عندك تمنع الحمل. نفس كلام الدكتور الاولاني. حضرتك مامتها؟ لا حماتها. طب انا عندي في حاجه كده ممكن اشوفها تاني واتاكد منها، وده هحتاج ان انا اكشف عليكي. ممكن اللي تشوفيه. اتفضلي. استني، انا مش عايزه اكشف عليكي. نعم. انت مش عايزه تخلفي من جوزي صح؟ لا طبعا. امال انا جايه لك ليه؟ انا ما رضيتش اقولك قدام حماتك، قلت ممكن انت تكوني قصتها. انا مش فاهمه حاجه، هو في ايه؟ التحاليل بتاعتك ملهاش غير معنى واحد بس، هو انك بتاخدي حبوب منع الحمل وبانتظام. لا مش صح.